أول انتخابات جرت في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي أسفرت نتائجها عن حصول حركة النهضة الإسلامية على النصيب الأكبر من الأصوات بعد أن كانت محظورة على مدى عقود من الحكم العلماني الشمولي. احتفالات التونسيين عمت أحياء العاصمة باستثناء حي واحد هو النصر الذي يمثل بمتاجره الأنيقة ومقاهيه الفاخرة معقلا لقطاع من المجتمع التونسي يشعر بالتهميش بل وتساوره بعض المخاوف من نتيجة الانتخابات. مناطق أخرى مشابهة لحي النصر يعيش فيها تونسيون من الطبقة المتوسطة ونساء عاملات انتهجن أسلوبا للحياة أقرب للنمط الأوروبي منه لنمط العالم العربي. احنا جميعا جميع الطلاب مكثرتنا الأغلبية متاعنا مش عاجبنا الريزولت، ما كناش نتصوروا اللي النهضة باش تربح بالبورسنتاج هذا، معناتها تصورناها باش تربح خاطر في بينا اللي هي عندها شعبيه كبيره عند الشعب، اما الدرجه هذيا كنا معناتها اسفين على اللي صاير. والان يشعرون بالقلق من ان يتغير كل ذلك. كنا في عهد بن علي صحيح ما حاجات اللي عملهم الخايبين كل، اما المراه كانت عند حريتها، معناتها وصلنا قرينا نخرجوا وكل شيء، دونك تولينا نخافوا ميم سي هي النهضه تقول لي ما فماش خوف والمراه باش تحافظ على مكتسباتها، ما تولينا خايفين كمراه على مكتسباتنا، اسكو باش يقعدوا المكتسبات نتاعنا ولا لا؟ زعيم حزب النهضة الإسلامي الفائز بالانتخابات في تونس راشد الغنوشي تعهد بالحرص على حقوق المرأة والمكاسب الاجتماعية التي حققتها خلال العقود الماضية، ووعد بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.